هل خان زين الدين زيدان المدريديستا؟ هل خان زين الدين زيدان جمهور الرياض؟ نحن نعرف المقابلة التي أجراها زيدان مع ميسي بمناسبة أديداس، لأنهم كلا اللاعبين هما من جمهور أديداس وهم يحملون علامة أديداس، وهذا اللقاء كان فيه حب وود واحترام متبادل بين أسطورتين، بين اللاعب رقم واحد، ما بين عظماء التاريخ، لاعبين من بين خمسة أعظم لاعبين في التاريخ أو ستة لاعبين في التاريخ، ورتب كما تشاء. هناك خلاف في جميع أنحاء العالم حول الترتيب الستة العظماء، وكما تعلمون الستة العظماء بيلي، مارادونا، ميسي، رونالدو، زيدان ورونالدو الظاهرة. رتب كما تشاء. إذا كنت جمهور زيدان فأنت تعرف بأنه هو أحسن لاعب في التاريخ. إذا كنت من جمهور مارادونا فأنت تعرف بأنه أحسن لاعب في التاريخ. وإذا كنت عاشق لميسي أو عاشق لرونالدو، وإذا كنت من جمهور الظاهرة، يعني كل ما تعشقه في أعظم ستة لاعبين في التاريخ موجود. لكن اليوم نتكلم ما حدث في هذا اللقاء بالذات، وكيف تبادل الاعتراف بين ميسي وبين زيدان. لكن يا زيدان، مهما كانت الأحوال ومهما خانتك الظروف، ولو حتى بقيت بدون فريق لتدربه، ولو أنك اختفيت عن الأضواء، لكن يجب أن تبقى وفيه، يجب أن تبقى مدريديستا. إما أن تكون مدريديستا أو تموت وأنت تحاول. هي مهمة، هي حب، هي عطاء، هي وفاء أن تكون مدريدي. الأبيض الذي إذا تلون غيره لن يتلون، إنه ريال مدريد. كيف تقولها وأمام جمهور مدريد وأمام جمهور الملكي بكل ثقة في النفس، وتعترف بأن ميسي هو وحيد في ماذا؟ وحيد في ماذا؟ ولو أنك يعني مقتنع وحقيقة ميسي عنده أشياء وحيد فيها، لكن لا يعلو كعبه على كعب رونالدو. للأسف هو غير محظوظ، وجد مع رونالدو، ولن تشطب رونالدو من المعادلة. مهما كنت قاسي القلب، ومهما كنت بعيد عن الرياضة، ومهما كنت لا تعرف شيء عن كرة القدم، مستحيل أن تشطب رونالدو وما قدمه وما فعل بالكرة الساحرة، وكيف نقلها من بزنس إلى نمط حياة، وإلى تأثير شامل كامل، وكيف أصبح الأطفال في كل دول العالم مثلهم الأعلى هو رونالدو أو ميسي، وكيف تحول هذا التأثير، وكيف جلب أكثر من مليار متابع في حساباته في السوشيال ميديا. لا تستطيع أن تشطب رونالدو. نحن نعلم أن ميسي موهوب. ميسي هو ميسي. لا يوجد في التاريخ من لمس الكرة مثل ميسي. هذه قناعة، شيء معروف. لكن لا تستطيع أن تشطب رونالدو. رونالدو وميسي هما عملتان مختلفتان، طريقان متوازيان لا يلتقيان. وأنت كزيدان وكأسطورة من الأساطير، وحقيقة إنني أعذر الجيل الحالي لأنهم لم يحضروا لزيدان، ولم يتفرجوا مقابلاته، ولم يتفرجوا على المتعة. والله متعة، والله العظيم متعة، ما بعدها متعة. وكأنه يعزف في
سمفونية في الميدان، يقاتل يصارع بأناقة. أعوامه مع ريال مدريد أحسن عام يكون سجل 9 أهداف أو 6 أهداف، لكن وتحصل على كأس رابطة أبطال واحدة، لكن لا أحد ينكر ولا أحد يأخذها من زيدان بأنه فنان وأحسن وسط ميدان ومن بين أحسن اللاعبين في التاريخ. لكن زيدان، لقد جرحت مشاعر المدريدستا، ويا ليت يا ليت أنك تعتذر في يوم من الأيام وتعترف بأن رونالدو وحش لا يقهر، وبأنه هو كذلك وحيد فيه. حتى مارادونا قال أن رونالدو وحش أمام المرمى والهداف الأسطوري، لكن إذا خانته ظروف ولم يتحصل على كرات ذهبية مثل ميسي، وإذا خانته ظروف أن فريق البرتغالي متخاذل، ولأن خانته ظروف، لأن تعلمون كرة القدم هي ظروف وهي عدة عوامل مختلفة وتتحرك بطريقة عجيبة وغريبة لتصنع متعة وفرجة، وهذه كرة القدم لا تتوقعها، لكن يبقى رونالدو. أعزائي، لا تنسى الاشتراك ولا تنسى زر اللايك، وشكرا، thank you so much على دعمكم. وعلى وإذا أردتم أي شيء في التعليقات اكتبوه، وسوف نقوم بتقديم حلقة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.